بشرى سارة من الصحة العالمية، اللقاح قريب جداً، احذروا، كورونا يظل على البشرة لساعات، ولمرضى السكري هذه الفاكهة مهمة جداً لكم. ابقوا معي، هناك المزيد في العربية الصحة. منذ بداية جائحة كورونا اتسمت تصريحات منظمة الصحة العالمية بالتحذير، حتى أن الكثير اتهموها بالشؤم، لكن اليوم يبدو الأمر مختلفاً، فقد زفت المنظمة العالمية بشرى سارة للعالم كاشفة فيها عن موعد اللقاح المنتظر. مديرها الذي عرف في مؤتمراته الصحفية بذات التصريحات خرج اليوم وقال: قد يكون لدينا لقاح نهاية هذا العام للفيروس الذي طال الملايين حول العالم، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وهنا يجب أن نشير إلى أن هناك 9 لقاحات تجريبية في طور الإعداد ودخلت مراحل مبشرة ضمن مبادرة التي تعرف بكوفاكس أطلقتها المنظمة، وتهدف لتوزيع 2 مليار جرعة حول العالم. كثر الحديث عن طرق انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص، مرة عبر الرذاذ وأخرى عبر التلامس بالأيدي والسعال والعطس وغيرها، لكن هذه المرة هناك تأكيد بأن الفيروس يظل نشطاً لفترة أطول على جميع الأسطح، بما في ذلك جلد الإنسان. دراسة يابانية جديدة كشفت أيضاً أن الفيروس يمكن أن يعيش على جلد الإنسان بأكثر من 9 ساعات، أي أطول بأربع مرات ونصف من فيروس الإنفلونزا. وحتى على الأسطح غير البشرية، أكد الباحثون أن الفيروس استمر لفترة أطول بكثير من الإنفلونزا، إذ بقي على قيد الحياة لمدة 11 ساعة في المتوسط، إلى فترة أقصر بكثير من الإنفلونزا والتي تزيد قليلاً عن ساعة ونصف. نعلم أن كورونا حير العلماء ويحمل الكثير من الألغاز التي ربما لا أحد يعرفها حتى اليوم، ومع كثرة الحديث عن اللقاحات لمكافحة هذا الوباء، هناك على الجانب الآخر يبحث الخبراء عما إذا كانت نزلات البرد يمكن أن توفر بعض الحماية ضد الإصابة بالفيروس المستجد. أطباء في جامعة ييل وجدوا خلال الدراسة أن الفيروس الأنفي السبب الأكثر شيوعاً لنزلات البرد يمكن أن يحفز دفاعات الجسم المضادة للفيروسات، مما يوفر الحماية من كورونا. كما اكتشف الباحثون أن وجود الفيروس الأنفي أدى إلى إنتاج العامل المضاد للفيروسات، وهو جزء من استجابة الجهاز المناعي المبكرة لغزو مسببات الأمراض. مضاعفات مرض السكري صعبة جداً على جسم الإنسان، تؤثر على القلب والأعصاب والعين وغيرها. هنا أقصد مرض السكري من النوع الثاني على وجه التحديد، وهو حالة مزمنة تستمر فيها مستويات السكر في الدم في الارتفاع، ما يستدعي إيجاد طرق سهلة للحفاظ على استقرارها لتجنب المضاعفات. ولكن كيف يمكن خفض مستويات السكر في الدم من دون علاج؟ تشير دلائل عدة إلى أن بعض العناصر الغذائية تتميز بخصائص خفض نسبة السكر في الدم، أهمها التوت البري، أو كما يعرف أيضاً بالتوت الأزرق. وأختم معكم بهذه المعلومة، أن التوت يمنع أيضاً تعطيل امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، على غرار بعض الأدوية الخافضة للسكر في الدم بحسب ما قال الخبراء.